مراحل كمصر لقيت انه ناس كتير تقول لك انا مش عايز استثمر، انا مش عايز، لو عندي محل مكواجي انا مش هبلطه، فبالتالي الراجل بتاع البلاط ده ما بقاش بيشتغل. يعني حصل كده نوع من البطاله الاجباريه، احنا بطلنا نفسنا. يعني يقول لك انا غير اللمبه، لا لا خليها، انا مش عارف بكره في ايه، واحنا عارفين بورصه هيعمل ايه ولا هيحصل ايه بعدين. هل الفتره الحاليه وفي مشروعات قوميه كبرى وفي كده، هل ده بيشجع الناس انها تستثمر، بيطمن الناس انه اشتغلوا واستثمروا وابنوا؟ اكيد في فتره من الفترات كان الناس في حاله من عدم الاستقرار الامني، الناس كانت كلها بتحط فلوسها في البنك. طب بس المهم مين اللي يستثمر؟ فين الناس كانت خايفه؟ كان في حاله فعلا من عدم الامان. المستثمر ده يعني اهم حاجه عنده ان هو عايز يحقق ارباح، عايز يكسب. انا واحد عايز اكسب، اهم حاجه اخلاق لي بيئه مشجعه تحسسني ان انا هحقق ارباح، ان انا سهل انا اعمل المشروع، توفر لي كل التسهيلات والمناخ الجاذب ليا اللي بيشجعني. وانت لما تجذب مستثمر محلي بالتالي كمان هتجذب مستثمر اجنبي. مفيش مستثمر اجنبي هيجي من بره واللي جوه خايفين. فالمشروعات القوميه اللي هي اللي بنقول عليها الميجا بروجكتس اللي بتحصل دي حاجه مهمه جدا. ان انت بتعمل مشروعات مهمه، مشروعات تمويه. يعني انت دلوقتي بتحاول ان انت اللي هو شبكه الطرق والكباري دي حاجه من الحاجات المهمه جدا. انا كواحد مستثمر عايز اطمن ان في هيبقى سهل لنا انقل البضاعه بتاعتي بسهوله. عندك محطات توريد الكهرباء، احنا فتره من الفترات بس احنا بننسى كان عندنا مشكله كبيره في الكهرباء. الحمد لله احنا دلوقتي بقى عندنا فائض بنغطي استهلاكنا وكمان بنصدر. حقول الغاز، الحاجات دي كلها بتخلينا لا الناس احنا اندر سبوت، الناس كلها بتتفرج، العالم كله بيتفرج على مصر بيشوفها. اللي اي حاجه بتحصل شايفينها. لما بيجي حد يزورنا من بره رئيس ولا وزير، كل ده بيشجع وبيطمن المستثمر، بيفتح